من جديد أسعد الله صباحكم دائما بكل الخير أعزائنا المشاهدين. لن نبتعد كثيرا، شاهدنا الشركة الوطنية للتدريب والتشغيل تقنيات ومهارات وحرف متعددة. سنتحدث بشكل احترافي عن صناعة المنسوجات وتصميم الأقمشة من خلال المصممة إشراق زريقات، لكن بعد أن نشاهد فنون الخط العربي والزخارف الإسلامية من خلال هذا التقرير الذي يسلط الضوء على هذا المهرجان الذي يعنى بالخط العربي والزخارف الإسلامية. كل ذلك من خلال هذا التقرير، ونواصل معكم بعد ذلك، فابقوا معنا. يعني أنا سعيد بأنه صار مثل هيك ملتقى، هذا ملتقى ثاني طبعا مش ملتقى الأول. نتمنى ونطمح أنه يصير مثل هالملتقات كثيرة بالأردن. هاي المشاركة الثانية إلي هنا، الملتقى الثاني، وإن شاء الله المستقبل يكون ملتقى عالمي. يعني نسعى لأنه يكون ملتقى عالمي، المستوى عظيم جدا وفاخر جدا، وأنا أتصور يجب دعم مثل هاي الملتقيات أسوة ببقية كل الدول المحيطة بالمنطقة العربية وغير العربية، وإن شاء الله بالتوفيق إن شاء الله للجميع. طبعا بهذا الملتقى والمهرجان الأردني للخط العربي والزخرفة، طبعا هاي المهرجان هي عبارة عن فعاليات للارتقاء بالخط العربي وفن الزخرفة الإسلامية بشكل عام، والخط العربي بشكل خاص. الزخرفة الإسلامية بشكل عام وجدت لتزيد من قيمة الخط العربي الموجود على اللوحة. مشاركتي في هذا المعرض تضمنت ثلاث لوحات، لوحات خطية ولوحات زخرفية. هي بتعيد إيحاء الفنون التقليدية، أو هي إحدى الطرق لإعادة إيحاء الفنون التقليدية عنا، وهو من أهم المعارض الموجودة في الأردن اللي هي ضمن ملتقى الخط العربي، اللي بتعكس بشكل سنوي، أو خلينا نحكي بتجمع الفنانين بشكل سنوي اللي هم بيهتموا بالفنون التقليدية من الخط والزخرفة والفنون، خلينا نحكي اللي بتعكس العمارة الإسلامية وإلى آخره. هذا بيجمع عدة خطاطين وفنانين ومزخرفين، وهو بيصير تقريبا سنوي. نستفيد فيه من خلاله أول شيء نرجع نتعرف على وجوه جديدة، ونقوي علاقاتنا برضو بالقديم الفنانين، نستفيد من خبرات بعض، وبنشوف شو المستويات الوسط في الخط العربي. وبالنسبة لنا للأردن احنا طبعا بحاجة لهيك شيء سنوي عشان نرتقي بهذا الخط سنة عن سنة إن شاء الله، ونصير ننافس كمان الدول المجاورة يعني.